بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. امبارح في ماتش تونس ومالي عصام الشوالي جه في دقيقتين ثلاثه كده كان بيتكلم كلام عجبني جدا. كان بيقول ان الكره التونسيه والمنتخب التونسي مش هيرجع قوي الا لما يشوف اللعيبه المغتربين التوانسه اللي مولودين في البلاد الاوروبيه، وعطى مثال اسماعيل الغربي. وكان بيقول ان اسماعيل الغربي مع حنبل المجبري مع لعيبه تانية ندور على اصولها التونسيه ونجيبها للمنتخب التونسي، هم دول اللي هيرجعوا المنتخب التونسي تاني لمصفه المنتخبات وهيرجعوه للمنافسه على البطولات. وانا عشان الحته دي بالذات انا لسه متمسك ان كارلوس كروش هو الوحيد اللي ممكن يرجع منتخب مصر. كارلوس كروش مش معترف بالدوري المصري ولا بلعبة الدوري المصري، بس عنده ميزة واحدة بس، هو الوحيد في المدربين اللي يقدر يقنع اللعيبة المصريين المولودين في اوروبا ان هو يجي هنا مصر ويلعب باسم مصر. والله لان اسم كبير زي كارلوس كروش هو اسم كبير في عالم التدريب للامانة، مهما اختلفنا على طرق اللعبة بتاعته وان هو ما عندوش والكلام ده، بس هو اسم كبير. هو مثلا ممكن يروح يجيب لك كراكيل بتاع بروسيا دورتموند، انما حسام حسن هيروح يجيب لك كراكيل ايه؟ حسام حسن هيجي بلعيبة الاتحاد السكندري، يعني عمر مرموش ده مين اللي كان هيجيبه غير كارلوس كروش؟ حسام حسن ولا البدر كانوا هيجيبوه ولا كنا هنشمها؟ مين هيروح يدور لك على اي باك يمين مصري مولود في اوروبا؟ كارلوس كروش والجهاز بتاع كارلوس كروش، انما حسام حسن والمدربين المصريين دول عن جهيه بق واخرهم يروحوا يجيبوا لعيبه من الدوري المصري، والدوري المصري ده اثبت فشله 5000 مره. بس انا مش عتبي على الكلام ده، انا عتبي على الاعلام المصري القذر بتاعنا اللي هو الاعلام المصري الجميل بتاعنا اللي هو يا جماعه رحيل ايه؟ رحيل ايه وكالة اللي انتوا بتتكلموا فيها في نص البطولة؟ انا عارف ان مفيش مهنية، المهنية ضايعة، بس رحيل ايه اللي احنا بنتكلم على اقالة كارلوس كروش في نص البطولة؟ احنا هنمشي ورا كلام رضا عبد العال بجد ولا ايه؟ يعني احنا كنا بناخد كلام عن رياضة تهريج ساعات بس مش للدرجة دي، يعني احنا كده ماشيين ورا الكلام بجد. اقالة ايه؟ واتحاد كرة ايه الاهبل اللي طالع يقول لك ايه؟ والله يا جماعة لازم نتحمل السوء عدو شرط الجزائي 45 مليون، شرط جزائي ايه؟ انتوا بتتكلموا في رحيل مدرب بجد ولا ايه؟ يخرب بيوتكم، يخرب بيوتكم على بيت الانديه اللي انتخبتكم. انا عارف ان مفيش انديه انتخبت جمال علامه ولا الكلام، بس بص هو كده كده كلها ماشيه بالستر. بس يا جماعه نسيب الراجل يشتغل شويه، عنده مشاكل عنده مشاكل، بس ده وقت الجهاز المصري اللي معاون ليه. فين يا جماعه الناس اللي بتقوله ده بيلعب فين وده مركزه ايه؟ انتوا مش جايبينهم عشان خاطر كده؟ يعني احنا مش جايبين الجهاز المعاون بتاعه ده عشان مفترض يعرفوا اماكن اللعيبه دي فين؟ لما الراجل بيلوش كده معناه ان الجهاز المعاون مش قايله على اي حاجه، او الجهاز المعاون قايله وهو بيلوش. بس ده معناه برضو ان احنا ما ينفعش نتكلم في اقاله مدرب خالص. لو اتكلمنا في اقاله مدرب ورجعنا حسام حسن، وحسام حسن ما توقعش انه يمسك منتخب مصر بعد التصريحات اللي قالها ضد محمد صلاح دي، لان ما ينفعش تبقى عايز يمسك منتخب مصر وتروح تخبط في محمد صلاح، ده معناه انك بتهرج. احنا مش مرشحين لتتويج البطوله، محمد صلاح ما كدبش، احنا مش مرشحين، محمد صلاح راجل على الارض واقعي، انما انتوا لسه عايشين في عالم البلاله بتاعكم ان احنا 7 ألقاب وهنروح ناخد البطوله. احنا مش مرشحين لاي حاجه، واي كلام عن احنا بننافس على البطوله ده كلام هاكس. احنا مش منافسين على اي حاجه، احنا رايحين ماشيين بستر ربنا، احنا رايحين بنحاول نبني منتخب، والفرقه اللي بتحاول تبني منتخب دي لما يتقال عليها ان هي راح تاخد بطوله معناها ان فيها هكس كتير. كروش مش هجاص، هو ممكن يكون عنده مشاكل فنيه، محمد صلاح مش هجاص، الاعلام المصري هجاص، اتحاد الكره المصري هجاص، الناس اللي بتتكلم على فكره ان الراجل موجود دلوقتي علشان خاطر عايزنا نخسر عشان ناخد الشرط الجزائي بتاعه. في كلام بجد والله بدا يطلع كده اللي هو كارلوس كروش عايز يخسر عشان ياخد الشرط الجزائي بتاعه. يا حبيبي انت بتتكلم على كارلوس كروش، مش بتتكلم على مدربين مصريين، ولا بتتكلم على مدربين ماسكين الزمالك ومستنيين ان هم يمشوا عشان مرتضى يديهم الشرط الجزائي. نقل الكلام بقى، احنا وصلنا المستنقع في كرتنا الجميله، وصلنا المستنقع، بس مش معناه ان كل الناس جايه هتنزل معانا المستنقع ده. احنا عايزين نطلع من المستنقع ده، والحل الوحيد ان احنا نطلع من المستنقع ده هو ان احنا نصبر بس، انما احنا هنفضل مستعجلين كده ولا هنعمل اي حاجه خالص، ومفيش حلول مؤقته هتيجي تخلي الفرقه هوبا لا فوق. لو جبنا بيب جوارديولا مسك الفرقه دي قسما بالله ما هيلعب بيها كوره. فمش قصه مدرب وبس، قصه مش قصه مدرب بس، قصه منتخب مصر مش قصه مدرب بس. واللي يقول لك قصه مدرب بس يبقى بيشتغلك وبيضحك عليك، واحنا هنا اللي بنشتغلك واحنا بيضحك عليك. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اشتم وقول اللي انت عايزه في الكومنتات. في الاخر رايك ورايي كلهم يحترموا او لا يحترموا براحتك.